اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار في النادي الاهلي، النجم الكبير الكابتن ايهاب جلاله. كابتن ايهاب مشرف ومنور. الله يخليك كابتن، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا سعيد اكتر اكون معاك. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن سمير كمونه. كابتن سمير مشرف ومنور حبيبي يا كابتن. سعداء جدا بوجودك. ربنا يخليك. انا ربنا يخليك كابتن ايهاب. يعني خليني ابدا مع حضرتك، ومباراه قويه ومباراه تاريخيه للنادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ. شفت هذه المباراة زي من وجهة نظرك وتعليقك طبعا على محمد الشناوي ومانويل نوير؟ بص يا كابتن اسلام، احنا طبعا كلنا زعلانين، ان كنا يعني كنا نتمنى ان احنا نبقى الافضل افضل من كده بكتير. يعني طبعا ان احنا كلنا اهلاويه ومتربيين في النادي الاهلي، فبنبقى عايزين طمعانين اكتر ان احنا نبقى احسن كتير. طبعا احنا ابطال افريقيا، ابطال الشرق الاوسط، ابطال في مصر، ابطال في كل حته. فاللي احنا شفناه امبارح زعلنا، مش عشان النتيجة، علشان الأداء ما كانش على المستوى اللي احنا كنا كل الأهلوية منتظرينه وكل عشاق النادي الأهلي منتظرين. طبعا احنا بنلعب فرق كبير، فريق كبير بمعنى الكلمة، بمعنى كلمة كبير. فريق بايرن ميونخ، شوف كم مرة بطل دوري، كم مرة بطل كاس، كم مرة شامبيونز ليج بطل. كل الكلام ده كلام جميل وكله حلو جدا، واحنا نفس الكلام. احنا برضو ابطال افريقيا، ابطال في مصر، ابطال كل حاجه، احنا رقم واحد في مصر وفي الشرق الاوسط. انما اللي كان مزعلنا ان اللعب ما كانش على مستوى النادي الاهلي اللي احنا كنا منتظرينه من لعيبه النادي الاهلي او من ابطال النادي الاهلي. لان احنا ابطال افريقيا وابطال، لازم نكون على 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 مستوى الحدث ده اللي كان مزعلنا. بس انما يعني المباراه مشت، بايرن ميونخ لعب. بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى انه الناحيه ايه اللي ما عجبتكش؟ الاستحواذ على الكره. معلش، ما كانش فيه ضربات كروكنيه خالص لينا. مظبوط. طوال المباراه. مزبوط. بالارقام يعني. طبعا طبعا. مانويل نويا في اغلب الاحيان ما شفناهوش. احنا كنا في الشوط الاولاني يا كابتن اسلام، اول ربع ساعه تقريبا قعدنا نمسك الكره ونبصيها حوالي 10-11 مره. كان في ممكن، يعني احنا عندنا ان احنا ممكن نعمل، احنا ممكن نقدر نعمل الموضوع ده. بس في ظل كل ده يا كابتن، انت بتلعب مين برضو؟ انت بتلعب فرقه لما حاولت برشلونه ان هي تجاريها اتغلبت 8. بالظبط كده. يعني خلي بال حضرتك دايما، انا ما اعرفش، انا هقول لك وجهه نظري، انا هسمع وجهه نظرك زي ما انت عايز، لكن هي في النهاية انت بتلعب فرقة لو هتجريها بنفس الشكل وهتلعبها بنفس الشكل اللي انت بتلعب فيه امام اي حد. برشلونة لما عمل كده، ما هو ده برضو انا كمدير فني لازم احط كل الحاجات دي في الحسبان، مش برشلونة بس، برشلونة، اتلتيكو مدريد، ارسنال، كذا فرقة يعني من الاسماء الكبيرة. صحيح. جدا في عالم كرة القدم. كلام حضرتك مظبوط جدا. بس احنا برضو كنا عشمانين، او احنا كأهلوية عشمانين ان الشكل يبقى احسن شوية. طبعا العقاب بالنسبة لفريق بايرن ميونخ، بالنسبة للفرقة بتلعبها، بيبقى عقاب عسير وعقاب بالظبط كده كبير جدا. بالظبط. بس هو بايرن ميونخ اللي احنا شفناه امبارح لعب على قد المستوى اللي موجود، او على قد الحدث اللي موجود. ليه؟ لان انت زي ما حضرتك قلت، اما برشلونة حاول انه يجاري او يهاجم او يهدد مروى مانويل نوير، شفت حصل فيه ايه. تمام. انما احنا كنا عايزين بس نستحواذ شويه على الكوره، نظهر لبعض كويس. ده كل ده كان ما كانش موجود كتير. تمام. انما احنا شفنا، لو كنا حاولنا نحاول على الاقل نمسك كوره ونحاول نوصل بس شويه، كان ده حصل الشوط الثاني اعتقد بشكل شوي افضل وشكل احسن. بالزبط. ومسكت الكرة اكتر، ومسكت الكرة على قد الامكانيات اللي موجوده. انت لما تعرف ان القيمه التسويقيه للاعيبه ريال مدريد للاعيبي بايرن ميونخ 879 مليون يورو. طبعا القيمه التسويقيه لعيبه النادي الاهلي 25.5 مليون يورو. كل واحد بيلعب على قد امكانياته، على قد امكانياته، وعلى قد برضه الحاله الجسمانيه والبدنيه. كل ده احنا شفنا الفرق بين الجسماني، حتى شفنا مانويل نوير والشناوي اللي احنا بنقول على الشناوي اطول حارس مرمى في مصر واعرض حارس مرمى في مصر واقوى حارس مرمى في مصر. أيوة. شفنا مانويل نوير واخد تحته باطه، يعني في فرق برضه، لان في اوروبا، والكابتن سمير يعرف الكلام دوت،
بيهتموا جدا بالحالة الجسمانية اللي هي متربي عليها في الناشئين. نرجع هنا للناشئين. الناشئين هو الأساس في كل شيء، وهو الاختيار. أهم حاجة الاختيار، يكون الناشئ اللي أنت بتختاره. احنا عايزين يعني نربي لاجيال للنادي الاهلي او لمصر، فلازم يكون القوه الجسمانيه او الجسماني للطفل او الناشئ يكون مهم جدا يا كابتن اسلام، مهم جدا. ولازم الاب والام يهتموا بالتغذيه بتاعت اولادهم، مش عشان يلعب رياضه، لا عشان صحته اصلا من الاول والاخر. انما اللي احنا شفناه الفرق كبير جدا جدا بين الجسمانيا هنا والجسمانيا هنا، الحاله البدنيه هنا والحاله البدنيه هنا، لان انت ما بتتربى على بالظبط، بتتربى على انك انت متربي كويس وطالع متاسس كويس، كل ده بيفيدك لقدام. فده اللي كان ناقصنا بس في الحته بتاعت مصر.